اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. خلوني ارحب بواحد من اساطير كره القدم المصريه وواحد من الرموز الكبيره في النادي الاهلي، النجم الكبير كابتن احمد ناجي. ازيك كابتن مصطفى؟ ازيك يا ابو كباتن؟ ازيك يا حبيبي؟ سعداء جدا. وحشني والله جدا. انت اللي وحشني مع انك في بالي على طول والله. لا وانت بقى انا على طول متابعك وعلى طول شايفك، لكن اشوفك كده يعني فيس طبعا فيس. احسن. ايوه اكيد. كل سنه وحضرتك طيب يا كابتن. وانت بالصحه والسلامه ورمضان كريم عليك وعلى كل مصر يا رب. ربنا يخليك يا كابتن مصر. اولا ابدا بالاخبار الحلوه. الاخبار الحلوه النهارده كتير الحمد لله والشكر لله. من زمان قوي يا كابتن ناجي ما شفناش 50,000 متفرج في مباراه في النادي الاهلي. انا لسه كنت بتكلم مع الناس، وكابتن ناجي طبعا كان اساس من او عمود من الاعمده اللي كانت موجوده في النادي الاهلي في الوقت اللي كنت اتشرف بيه في التواجد في النادي الاهلي. كنت بتكلم مع جمهور النادي الاهلي دلوقتي وبقول ان احنا معلش يعني الجمهور احنا بقالنا 11 سنه بنلعب من غير يعني طبعاً. من غير طعم طبعا. فالجمهور حاجة مختلفة. ملح الكرة. لا طبعا مشكورين طبعا وزارة الداخلية والمسؤولين عن الأمن في مصر على أنهم يعني تقريبا دي ساعة كاملة للاستاد تقريبا. يعني الاستاد أكتر من كده شوية. يعني بس. ولكن 50,000 دي أول مرة. طبعا. وإن شاء الله ما تبقاش آخر مرة. لأن إحنا بنروح اليمن، أنا شفت نهائي كأس اليمن في 100,000. صحيح 100,000. العراق عندها مشاكل كتير جدا، لكن كره القدم لعبوا كاس الخليج الملاعب ارش كومبلي. صحيح. واحنا الحمد لله عندنا امن يقدر يامن اي حاجه وفي اي حته وفي اي مكان، يعني الامن بتاعنا قوي جدا. فان شاء الله تبقى دي بدايه لان استمراريه الجماهير في كل المباريات ان شاء الله. رأي حضرتك أيضا في تحرك المسؤولين في النادي الأهلي عن هذا الأمر، لأنه في النهاية كان للمسؤولين في النادي الأهلي ومجلس إدارة النادي الأهلي كان له دور كبير في هذا الأمر طبعاً. من أول يوم هم ناس مصحصحين وواعيين. وخلي بالك أنا من بعد مباراة الهلال وصن داونز بدقيقة كتبت كده. الإيه؟ بعد مباراة الهلال وصن داونز بدقيقة. أيوه. كتبت ان الكره في ملعبنا رجاله مطلوب الاستاد يكون مليان كاملا. القطن بعد مباراه القطن بعد لا لا بعد الهلال وسان داونز. بعد ما الهلال وسان داونز اوكي. بعد ما تعادلوا يعني. فقلت كده بعدها بدقيقه. قلت ان شاء الله الكره في ملعبنا وان شاء الله هننافس وهناخد البطوله، ومحتاجين بس دعم ومسانده وجماهير تملى الاستاد كامل. ده حصل الحمد لله. وده يعني اعتقد ان ده الحقيقه تعاون كبير جدا جدا ما بين مجلس اداره النادي الاهلي وما بين الجهات الامنيه وحتى اتحاد كره القدم ووزاره الشباب والرياضه في الوصول لهذا العدد. اعتقد شيء رائع. هو انا طبعا فارق معايا النادي الاهلي، ولكن كمان فارق معايا اللي بعد كده يا كابتن. طبعا طبعا. المفروض عندك انت ثلاث اربع فرق بتلعب في المحافل الافريقيه. صحيح. عندنا ثلاث فرق دلوقتي في ثلاث فرق يعني هيبقوا اثنين غالبا يعني ايا كان. طيب. الكوره من غير جماهير ولا ملهاش طعم.